الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. قبيلة البعيسة تطالب رئيس البرلمان بالاعتذار بسبب اعتداء حصل داخل منزله من قبل النائب هيبة الحلبوسي. تفاصيل صادمة جديدة بشأن تفجير الحبيبية، السيارة انفجرت خلال عملية نقل عبوات لصالح جهة مسلحة. المفوضية توجه صفعة لسلامة الانتخابات، ملايين الأصوات في مرمى الاستبعاد والأحزاب تستعد لماراثون الاستغلال. حريق يلتهم مجمعا للنازحين في الرمادي يتسبب بمصرع امرأة وثلاثة أطفال ويفتح باب الجدل حول فساد سياسي مخفي. شبح الاستقطاعات يعود ليهدد ملايين الموظفين والمتقاعدين، والشارع يترقب حزمة قاسية من الضرائب. أهلا من جديد. البداية من الأنبار، حيث استنكرت قبيلة البعيسة الاعتداء الذي تعرض له وكيل جهاز الأمن الوطني فالح العيساوي في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من قبل النائب هيبة الحلبوسي وإخوته، وطالبت عشيرة العيساوي بالإضافة إلى عدد من وجهاء وشيوخ عشائر الأنبار رئيس البرلمان بتقديم اعتذار رسمي حول الموضوع لكون الاعتداء قد تم في منزله، وبإغلاق مكاتب النائب هيبة الحلبوسي وحزبه في قضاء العامرية بمحافظة الأنبار. مناقشة التجاوز الحاصل على الأستاذ فالح العيساوي من قبل هيبة الحلبوسي، وتم مناقشة كل ما جرى بينهم عندما كانوا بضيافة محمد الحلبوسي في مقره الخاص، حيث اعتبر ما جرى تجاوز على عموم قبيلة البعيسة من قبل هيبة الحلبوسي وإخوانه. وبعدها خرج المجتمعون بالبيان التالي: أولاً، على السيد محمد الحلبوسي أن يقدم اعتذاره لقبيلة البعيسة ويقسم بأنه ليس له علاقة بهذا الأمر ولكون القضية صارت في بيته الخاص. ثانيا، على محمد الحلبوسي وقبيلة البعيسة تظهر أمام الإعلام وتتبرأ على محمد الحلبوسي وقبيلة حلاكة تظهر أمام الإعلام وتتبرأ من هيبة الحلبوسي على هذا العمل الجبار. ثالثا، بخصوص هيبة الحلبوسي واخوانه، يعتبر مطلوب عشائرية للبعيسة وتغلق كافة مكاتب التابعة له في قضاء العامرية. المجتمعون قبيلة البعيسة بكل اطيافها وعشائرها. وإلى تداعيات تفجير الحبيبية في مدينة الصدر، وفي تفاصيل مثيرة كشفتها وكالة الصحافة الفرنسية، أكد مصدر أمني لوكالة فرانس بريس أن صاحب السيارة التي انفجرت في الحبيبية كان ينقل عبوات ناسفة لحساب مجموعة مسلحة في مدينة الصدر في بغداد العاصمة. وقال المصدر الأمني إن الإرهابي صاحب السيارة كان ينقل مواد متفجرة إلى مجاميع مسلحة داخل مدينة الصدر، ما أدى إلى انفجار السيارة ومقتله في الحال، فضلا عن استشهاد وإصابة مدنيين أبرياء. وأضاف المصدر الأمني أن مجاميع مسلحة في بغداد اعتادت نقل مواد متفجرة في عجلات أو دراجات نارية، وأن تلك المواد تنفجر غالبا قبل الوصول إلى الوجهة أو خلال نقلها في العجلات أو الدراجات. وعلى الفور تعالت الدعوات الشعبية والرسمية للحكومة العراقية بكشف هوية الجناة المتورطين بتفجيري الحبيبية والمشتل، وسط مطالبات بحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المجاميع المنفلتة.
أدان المشروع العربي التفجير الإرهابي في منطقة الحبيبية في مدينة الصدر في بداية أيام شهر رمضان الفضيل، واصفين إياه بالعمل الجبان الذي يؤكد وحشية القتلة ويؤكد عدم انتمائهم لأي دين أو مذهب أو خلق. وقال المشروع العربي في بيان له أنه في وقت يدين فيه الأفعال المشينة ضد المدنيين الأبرياء، فإنه يشدد على ضرورة تعويض عائلات الشهداء والجرحى، فيما طالب أيضا بكشف الجنات وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. في غضون ذلك، أدان تحالف عزم التفجيرات الإرهابية التي طالت المدنيين الأبرياء في منطقة الحبيبية في مدينة الصدر، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات مسؤولة تحد من تكرار الانتكاسات الأمنية. وأكد تحالف عزم في بيان له أن الانتكاسات الأمنية المتكررة تتطلب من الحكومة والأجهزة الأمنية إعادة النظر بخططها الأمنية والمعلوماتية لتفويت الفرصة على قوى الإرهاب وعصابات السلاح المنفلت التي تستغل أيام شهر رمضان الفضيل لاستهداف العراقيين، فيما شدد التحالف على أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها بكشف خلايا الإرهاب النائمة وحصر السلاح بيد الدولة لضمان أمن واستقرار البلاد. ذو ضحايا تفجير الحبيبية في مدينة الصدر حملوا الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية الحادث، وأشاروا إلى أن جهات حزبية تريد زعزعة الأمن قبيل إجراء الانتخابات، كما وقالوا إن السيارة الناقلة للمتفجرات لم تأتي من خارج المدينة. جيت أنا بالسوق، ما أدري يعني بالسوق الناس يومية حركة طبيعية، أنا عندي تكتك بالتكتك جاي. جيت طبقت بالتكتك سوني وقفيت وفاتت كيه، بعد ما أدريت إلا انفجار ما أدري. بعد لقيت ناس محترقة، لقيت روح بالقاع مدمة، ما أدري منين السيارة جت طابقة على الرصيف مطابقينها ما أعرف والله. بس هي ظاهر سيارة واقفة بالشارع، وما السيارة اجت وانفجرت واقفة بالشارع. والله يا أبا ما أدري يعني سبب فرح مع والديك، ما أدري ما أدري قربة الانتخابات والله ما أدري شنو هاي كلها سببها. هي الحكومة هاي عالم فقرة، هي طالعة تشتغل بخمسة آلاف بأربعة آلاف بثلاثة آلاف ويموت ويصوب، وشنو ذنبه؟ قاعد هسه ياهل إليه علاجات، ياهل يطي هاي المستشفيات مالتنا التعبانة، ياهل يطي هي هاي. تفاصيل مثيرة كشفتها تقارير غربية بشأن انفجار سيارة ملغمة وسط منطقة الحبيبية شرقية بغداد العاصمة. تفاصيل ذلك في سياق التقرير الآتي. وسط من يعيش على قوته اليومي ويعمل لبيع المواد المستعملة، انفجرت عجلة ملغمة بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 12 آخرين. تبعها حملة إعلامية شنتها جيوش إلكترونية، كانت الاتهامات جزافا لهذا الطرف وذاك، وحاولت اللعب على أوتار القومية والطائفية أيضا. لكن مصادر أمنية أكدت لوكالة الأنباء الفرنسية أن السيارة التي انفجرت كانت تحمل موادا متفجرة لأحد المجموعات المسلحة الموجودة في مدينة الصدر. لحد هذه الساعة ونحن نمضي مع المعطيات على الأرض تقول بأن السيارة كانت تحمل مواد شديدة الانفجار، وأن الساقط قد توفى داخل العجلة، وبالتالي قد يكون هو ناقل أما لسوق سوداء لتجارة الأسلحة، أو قد يكون تبع أحد الفصائل المسلحة التي تروم عملية الإعداد لعبوات ناسفة أو لاصقة أو استخدام تلك المواد المتفجرة حسب حاجتها. وليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها انفجارات مماثلة تتعلق بأعضاء في مجموعات مسلحة. تنفجر المواد التي يحملونها قبل وصولهم إلى وجهتهم أو خلال نقلها، كما حصل في وقت سابق حينما انفجرت دراجة نارية كان سائقها يحمل مواد متفجرة خلال مروره بمنطقة المشتل. الكتل السياسية استباحت الدماء العراقية، وبالتالي لن نترجى خيرا من هذه الكتل الفاسدة الجاثمة على قلوبنا. أعتقد خلاص العراق حينما تنتهي الكتل السياسية وينتهون هؤلاء تجار الدم وتجار الفساد الذين استطاعوا من الوصول إلى القبتين التشريعية والتنفيذية. مراقبون ومحللون أمنيون اعتبروا أن السيطرة على الأمن والاستقرار بات أمرا صعبا في ظل وجود مجموعات مسلحة مرتبطة بأحزاب وكتل سياسية تستبيح سلطة الدولة وتنقل المتفجرات والعبوات وتقتل الأبرياء دون رادع حقيقي. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.
وفي الانتقال إلى ملف أمني آخر، أفادت مصادر أمنية بهجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد التي تشغلها قوات أمريكية غربية الأنبار. وقالت المصادر إن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، مضيفة أن القوات الأمنية العراقية انتشرت في المناطق الصحراوية المجاورة للقاعدة لمنع تكرار تلك الهجمات. وكانت وزارتا الداخلية الاتحادية وداخلية إقليم كردستان قد أصدرتا بيانا مشتركا بشأن هجوم محافظة أربيل الأخير. وجاء في البيان المشترك أن الاعتداءات الخطيرة التي حصلت أخيرا ضد أربيل ومناطق أخرى تقع ضمن الاعتداءات الإرهابية المنظمة والتي تستهدف أمن العراق، ومن ضمنه أمن إقليم كردستان وزعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الأوراق. وأضاف البيان أن تلك الاعتداءات تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الإيجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. أما الآن ينضم إلينا الأستاذ في الجامعة الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. يعني التطورات الأمنية الأخيرة إلى ماذا تؤشر؟ يبدو لي أنه هذه الضربات التي وجهتها الفصائل، سواء التي في أربيل أو في قاعدة عين الأسد، إن صح الموضوع بخصوص قاعدة عين الأسد، هو جزء من هذا الرد الأوسع الذي تقوم به إيران من خلال حلفائها في المنطقة. يعني ما حدث في مفاعل نطنز الإيراني، يعني دمر بحدود 3/4 أجهزة الطرد بعملية يعتقد واسعا أن إسرائيل كانت وراءها. بعدها يعني بدأت عمليات ضرب من جانب الحوثيين في جنوب السعودية، ثم أيضا هنا في العراق. يبدو أنه يعني إيران تستخدم بعض خياراتها المحدودة، وهي خياراتها محدودة عموما في الصراع مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، الردود محلية في بلاد لم يعني لا علاقة لها بالذي وجه الضربة إلى المنشأة النووية الإيرانية. لا. البيان الذي أصدرته الجماعة، يعني الجماعة العراقية التي أعلنت مسؤوليتها، هي التي البيان هو الذي قام بهذا الربط، تحدث عن وجود الموساد الإسرائيلي في أربيل، يعني هذا نظرية المؤامرة المعتادة، وتحدث عن ضربات ضد قام بها الحوثيين. إذن دكتور عقيل، من المتوقع ارتفاع وتيرة أو تصاعد وتيرة الهجمات في المرحلة المقبلة، وإلى أي مدى من الممكن أن يستثمر ذلك أو يوظف ذلك، يعني ما يتعلق بتكرار الهجمات الأمنية أو الخروق الأمنية سياسياً؟ يعني صعب التوقع إذا كانت ستزداد أو تتراجع. هذا الأمر مرتبط بالبارومتر السياسي، يعني هذا الصراع الأمريكي الإيراني. أعتقد يعني أنه نحن ما نزال في مرحلة جس النبض، لن يحدث تقدم مهم أو أساسي بخصوص يعني الملف الإيراني الأمريكي قبل حسم موضوع الرئاسة الإيرانية، يعني بعد بحدود شهرين. في أثناء هذه الفترة يعني سنمر بالمعتاد السيء، وهو ضربة هناك، الحكومة تستنكر، الكتل السياسية أيضا تصدر بيانات الشجب، لكن لا يحصل شيء. إذا ظهر فعلا أن عملية التفجير التي حصلت في الحبيبية ناتجة عن نقل سلاح من جانب فصيل مسلح، فأنا أفترض أنه الحكومة كما فعلت في السابق، الحكومة تتجنب الدخول في مواجهة مسلحة مع الفصائل المسلحة، لكنها تستثمر مثل هذه الحوادث، حوادث الفشل الأمني، من أجل أن تقوم بقصقصة أجنحة الفصائل. فأفترض أن هذه فرصة للحكومة أنه تقوم بشيء ما لضبط هذه الفصائل أكثر، إن تأكد فعلا أن التفجير ليس تفجيرا إرهابيا متعمدا. نعم. لكنه يعني أنا أعتقد على مدى الأربع أشهر المقبلة سنبقى يعني في هذا المد والجزر. الأستاذ في الجامعة الأمريكية الدكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة.
قررت مفوضية الانتخابات عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البيومتري، فيما بررت قرارها بأن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين يتعارض مع الجدول الزمني لدائرة العمليات، في وقت تصاعدت الدعوات الشعبية والرسمية بضرورة تمديد فترة تحديث السجلات الانتخابية للناخبين تلافيا لتكرار سيناريو التزوير من خلال اعتماد البطاقة الإلكترونية سيئة الصيت. وأوضحت المفوضية في بيان لها أن مجلس المفوضين قرر عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البيومتري المنتهية في 15 من نيسان الجاري، وأن الأول من أيار المقبل هو الموعد الأخير لتسجيل الأحزاب الراغبة بالانتخابات، فيما شددت على أن 10 من تشرين الأول موعد حتمي لإجراء الانتخابات. وفيما يتعلق بالمراقبة الدولية، أشارت المفوضية إلى أنها وجهت دعوة ل 75 سفارة عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية. إذن بينما بات قرار مفوضية الانتخابات بشأن تمديد تحديث سجلات الناخبين غير مقبول نهائيا بحسبها، تتوارد إلى أذهان المواطنين تساؤلات عديدة عن مصير البطاقات الإلكترونية ومدى إمكانية اعتمادها إلى جانب نظيرتها البيومترية. 177 يوما فقط على إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، تسابق الأحزاب السياسية الزمن استعدادا لخوض ماراثون انتخابي محموم في 10 من تشرين الأول 2021، الموعد الحتمي وفقا لمفوضية الانتخابات. لكن ذلك يصطدم بعزوف كبير لدى المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. وفق إحصائيات رسمية يحق ل 25 مليونا المشاركة في الانتخابات من إجمالي عدد سكان العراق البالغ 40 مليونا، في وقت تجاوزت أعداد الناخبين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية 15 مليونا، بينما يزال قرابة 10 ملايين لم يحدثوا بياناتهم حتى اللحظة. مفوضية الانتخابات سلمت أكثر من 13 مليون بطاقة بيومترية على ناخبي محافظات البلاد، فيما أجلت تسليم نحو 2.5 مليون قبل أن تقرر إغلاق الباب أمام تحديث سجلات الناخبين. 110 أحزاب من إجمالي 250 حزبا وكيانا سياسيا أبدوا رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى 288 مرشحا مستقلا لم ينتمي لأي حزب وفقا لإحصائيات مفوضية الانتخابات، فضلا عن رغبة 8 تحالفات من إجمالي 30 آخرين المشاركة أيضا في انتخابات تشرين المقبل حتى الآن. أما الآن ينضم إلينا حول هذا الموضوع تحديدا الباحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ محمد العقيلي. أهلا بك أستاذ محمد. إذن يعني سؤال مهم يتعلق بالإجراء الأخير الذي أقدمت عليه مفوضية الانتخابات المتعلق بإغلاق باب تحديث السجلات الانتخابية، إلى أي مدى سيؤثر ذلك في مشاركة من تبقى أو في دعنا نقول في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، خاصة أننا نتحدث عما يزيد عن 10 ملايين ناخب لم يحدثوا حتى الساعة سجلاتهم الانتخابية؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، تحية لكم وإلى جمهور قناتكم الموقرة. بما أن الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق وطني، وهذا الاستحقاق سوف تترتب عليه الكثير من المعادلات السياسية، وسوف يغير لربما من الخارطة السياسية جزئيا أو نسبيا أو كليا، وبالتالي هناك يعني نقاط تحول من خلال العملية الانتخابية، من خلال المشاركة للأحزاب، من خلال المشاركة في الانتخابات من قبل الجمهور. هذه كلها عوامل يعني يفترض أن تكون هناك حالة الاهتمام وحالة التضبيط وحالة التطبيق الكامل لأن تكون هناك نجاحات كبرى أفضل مما سبقتها في الانتخابات السابقة، وإن هذه الانتخابات هي انتخابات استثنائية بعد عام 2003، أي تكون هناك مبكرة هذه
انتخابات، أي ليس كما هو مثل الدورات السابقة كاستحقاق. فبالتالي على المفوضية أن تأخذ بنظر الاعتبار التوقيتات. برأيي الخاص ليس فقط العبرة هو تطبيق موعد الانتخابات كأن يكون هو دستور منزل أو آية قرآنية كي لا تتغير. التطبيق المباشر للوائح، التطبيق للأنظمة، إعطاء المهل، إعطاء المساحات أمام يعني غلق الأبواب أمام التزوير، إعطاء فسحة، إعطاء ثقة للمواطن للمشاركة في الانتخابات، تقليل عدد الأحزاب المشاركة كأفراد، أي يكون هناك تحالفات كي تكون هناك مساهمات فاعلة. هذه كلها تسهم في أن تكون العملية الانتخابية إلى حد ما موثوق بها. يعني أستاذ أعتذر منك، ناهيك عن وجود السلاح، ناهيك عن وجود السلاح المنفلت والمال السياسي، بالإضافة إلى ما حصل أخيرا من قرار مفوضية الانتخابات، إلى أي مدى سيستثمر ذلك حزبيا من قبل يعني الأحزاب السياسية؟ قطعا السلاح الموجود الغير منضبط والمنفلت والغير شرعي، وكذلك المال يعني الذي يأتي من الخارج ومن الداخل عن طريق الفساد، هذه مؤشرات على أن تكون العملية الانتخابية تشوبها الكثير من عمليات التزوير وعمليات الضغط وعمليات الترغيب والترهيب كي تحصل الأحزاب على ما تريده. لكن التطبيق المباشر لللوائح وللقوانين عبر أن تكون هناك برامج السيموليشن الدقيقة أن تطبق من قبل المفوضية، هذا لا أقول أن ينهي عملية المال الموجود ولا عملية السلاح الذي سوف يضغط، لكن يقلل إلى حد ما، يعطي للمواطن المساحة الواسعة للمشاركة ويكون أقوى. مشاركة المواطن هي أقوى من السلاح المنفلت. زخم المشاركة في الانتخابات تقلل من أهمية زخم المال المشاركة. تم قطع الطريق على الناخبين، أعتذر منك أستاذ محمد، لكن تم قطع الطريق على الناخبين بإغلاق باب تحديث السجلات الانتخابية، وهذه يعني ربما جنبة سياسية. وهذا ما ذهبت إليه، يعني المفوضية الآن كم أمامها للاستحقاق الانتخابي؟ إذا المفوضية يعني مددت أكثر من شهر ونص أمام عملية التحديث للبايومتري، والبايومتري قطعا جميعنا متفقين على أنه يضبط العملية الانتخابية، يضبط إلى حد كبير من عمليات التزوير، فبالتالي هذه من مهمة المفوضية أن تنجح الانتخابات بأن لا يكون تزوير أو تقل مساحات التزوير. فلماذا لم يتم التمديد ووقت الانتخابات هو في تشرين؟ فبالتالي للمفوضية أن تعطي مساحات، وعليها إذا لم تكمل هذه المساحات والتطبيقات عليها أن تطلب تمديد فترة إجراء الانتخابات شهر أو شهرين في سبيل تضبيط العملية الانتخابية. توضحت الصورة. الباحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ محمد العقيلي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. انتشلت فرق الدفاع المدني جثة امرأة وثلاثة أطفال وأنقذت طفلين من حريق نشب في مخيم للنازحين في محافظة الأنبار. وبيّنت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أنها سيطرت على حريق نشب داخل 6 كرفانات سكن واطئة الكلفة مخصصة للنازحين في مركز المحافظة منطقة الكيلو 18. وأضافت أنها بذلت جهودا كبيرة لاحتواء الحريق الذي توسع إلى الكرفانات المجاورة المشيدة من ألواح الساندويتش بانل سريعة الاشتعال. وتابعت أن سبب الحادث كان بسبب احتراق موقد نفطي في أثناء الطبخ. كنا قاعدين جوا، صار الحريق، طلعت ثاني، طبت ماما على جهالته تنقذهم وهي احترقت واحترقوا اخوان اثنيناتهم. شنو الاسعاف؟ ليش تاخر؟ لان السبب كان لان هم بعيدين عنا. انا عمي الاطفال راحوا بيه بالحريق، انا اخذوا الموبايل من عندي يلعبون بيه، وانا دزون على المحال وسمعت صياح جت اركض عليهم. والله نص ساعة جت الأسعاف، جت الدورية، استعد أحط تشول على الخشبة، جا الأولاد وتفاحة. الصيح طلعنا. إي والله الصيح. وبقوة طلعهم اثنين من ثلاثة من عندهم، وذولا كل باقي نحترقهم. من الراح؟ إي والله كلهم راح مشت. راح. الراح منو بيها؟
والله يا ابوي هسه قلبي يوجعني ما اقدر حتى اسولف. اي والله يعني حيل يرجف راحت مره بيها. اي والله مريقه خطي عشت الدوام بالرضوه بالرضوه عالجهال. أطفال راحهم عند ودهم عند المستشفى. هذا وحصلت قناة الفلوجة على وثائق صادرة عن وزارة التخطيط تبين حجم الأضرار في مجمع الدور واطئة الكلفة في مدينة الرمادي، والذي أوضح أن نسبة الدمار في البنى التحتية بلغت 100%، ما يجعله غير مؤهل أو صالح لإسكان العائلات النازحة. وبيّنت الوثائق أن مجمع الرمادي للدور واطئة الكلفة مدمر بشكل كامل، ما دفع بالوزارة إلى فسخ العقد مع الشركة المنفذة، فيما أوضحت وزارة التخطيط أنها ستعلن في وقت لاحق عن بيع الوحدات السكنية للراغبين من الفقراء حسب تعبيرها. هذا وتعالت المطالب بفتح تحقيق بمشروع الدور واطئة الكلفة في الرمادي وكشف الجهات المستفيدة من ورائه، لا سيما بعد نشوب حريق بالمجمع راح ضحيته امرأة وأطفالها الثلاثة. لم يكن تأخر وصول عجلات الإطفاء هو السبب في مصيبتهم، وإنما الفساد السياسي الذي سلبهم الحق في عيش حياة كريمة. فمن أجل الترويج لسياسي متنفذ أخرج هؤلاء النازحون من مخيماتهم الأصلية إلى تجمعات كرفانية ليست آمنة وسريعة الاحتراق. بصرخات أم فقدت فلذات أكبادها وسط حريق راح ضحيته امرأة وثلاثة أطفال واثنين هم بحالة حرجة، مطالبة هذه الأم بحق أطفالها ومحاسبة المسؤولين الذين لم يوفروا لهم مسكن أو حتى سبل عيش تحفظ حقوقها كإنسان. يا أبولي هذي شنو أمو غطقت علي أمي ولادي يا ابا كلها مسؤولة على اولادي كلها مسؤولة على اولادي يا يما يا يما لا الحكومة تغفلنا ولا العشائر تغفلنا. ومن جانبه قال ذوي الضحايا ان حدوث الحريق كان بسبب موقد لا الطهي ولم يكن هناك اي تدخل سريع للدفاع المدني، حتى طال الحريق 6 كرفانات ولم يكن لاي جهة تدخل اثناء الحادثة سوى قوات الجيش الموجودة هناك في منطقة 18 كيلو. جاتنا عادين القوة الجيش أول ما جانا الجيش وبعدين تلاحقتنا العرب اللي هنا أطلعت الموجود بالحياة أطلعت والباقيين ماكو احنا بتشل ما يمنا لا أسعاف لا شسنا ما جاتنا نعرف للطرف الكرفانات. النازحون يحملون المسؤولين في الأنبار والبرلمان مسؤولية المصائب التي حلت عليهم، وبدلا من إيجاد حلول لأزمتهم لجأوا إلى حلول ترقيعية هدفها الترويج الانتخابي على حساب أمن وأرواح النازحين. الحكومة ما حكومة غير حكومة كلهم التهي بانتخابات، شو وقت ما تصير انتخابات يجون وين على النازح تعال انتخبني ورجعك، هاي اللي يريدونها. ولا من تروح الانتخابات ما حد يعرفك وين صاير وين رايح، ما حد يعرفك، ما حد يعرف ولا حد يهتم بيك نهائيا ولا حتى يهتم بيك. هاي الأطفال شنو ذنبها؟ هاي من شنو خطاها؟ لا سلة غذائية، لا فراش مال الله وادم، لا منام مال الله وادم. هاي شولة طقت علينا. في نفس الساعة التي حدث فيها هذا الحريق كان المسؤولون عن هؤلاء الناس يتعاركون فيما بينهم بعد وجبة عشاء دسمة على المقاعد والأصوات الانتخابية، وليس للنازح في هذا البلاد سوى رب العباد، فدمه هو الأرخص ولكنه ثمين أيضا حينما يتاجرون به. من 18 كيلو غرب الرمادي، إدريس يحيى، قناة الفلوجة. طالب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي مجلس الوزراء
بتطبيق الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتبارا من شهر نيسان الجاري وبأثر رجعي للأشهر الثلاثة الماضية. وحصلت قناة الفلوجة على وثيقة تظهر مخاطبة وزير المالية لمجلس الوزراء وتنص على اقتراح تطبيق الاستقطاع الضريبي من الراتب الكلي للموظفين على أن تستقطع الضريبة المتحققة على إجمالي الراتب الشهري، ويشمل الراتب الاسمي والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت والإفادات اعتبارا من شهر نيسان، ويقسط مبلغ الضريبة المتحقق للأشهر كانون الثاني وشباط وآذار من العام الحالي. بالمقابل ردت اللجنة المالية النيابية على بيان وزارة المالية بشأن المادة 34 من قانون الموازنة لإعادة العمل بالقانون ذي الرقم 113 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي. واللجنة أوضحت في بيان لها أن استخدام تلك المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور، لأن نية المشرع في تلك المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء، وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه. وبمناسبة شهر رمضان المبارك وبرعاية الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر، أطلق القيادي في المشروع العربي نوفل السنشري حملة مساعدات للأيتام والأرامل والعائلات المتعففة في ناحية جبارة والقرى التابعة لها بمحافظة ديالى. تضمنت الحملة توزيع سلات غذائية على مئات العائلات لمساندتهم خلال شهر الفضيل. وقال السنشري إن التوزيع شمل الفئات الأكثر احتياجا والمتضررين من ارتفاع الأسعار وتداعيات فيروس كورونا. وأشار السنشري إلى أن المشروع العربي بالإضافة إلى أمينه العام الشيخ خميس الخنجر مستمرون في مساندة العائلات في مختلف المجالات لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم. وفي ختام نشرتنا، يعتبر المسحراتي أو المسحرتشي كما يسمى في العامية العراقية من التقاليد الشعبية الموروثة عن العثمانيين في شهر رمضان، حيث يتجول ليلا في الأزقة لتنبيه الصائمين بوقت السحور. تتميز ليالي رمضان عن بقية الليالي وقت السحور. المسحرتشي فعلى إيقاعات رمضانية ممزوجة بالحنين يتجول وسط مدينة بعقوبة، يعلن للنائمين بأصوات الطبل هلمبوا للسحور. والله يوميا مسحر رمضانية، مسحر رمضانية بشهر رمضان، يعني كل سنة أجي أدق هنا بالمنطقة، يعني مو اليوم البارحة، قديم بالمنطقة قديم، يعني مو اليوم البارحة هي أقعدها أني، يعني أبدي بالوحدة بثلاثة كل شيء ينتهي عندي عاديا والحمد لله والشكر. كانت أيام لو ضاعت تعبان أجي بالباسكل، أبات كنت قبل بالمستشفى وأجي أدق وحدي، عندي تصوير موجود عندي صار لأربع سنوات التصوير موجود. ورغم التطور الذي دخل للعراق قبل سنوات، ما زالت هذه الشخصية تزين ليالي رمضان. والمسحرتشي جزء من الموروث الشعبي، ويعتقد بدايته أثناء العهد العثماني ثم انتقل للعراق، وقد أصبحت مهنة متعارف عليها والغاية منها الأجر والثواب. احنا بالنسبة كل سنة رمضان ندق نقعد العالم ونطلع يعني لوجه الله تعالى، واللي ينطينا هدية ينطينا واللي ما ينطينا يعني براحته، وهذا تراث نحن قديم تقريبا من 75 بهاي الشغلة. فيما ينتظر الأهالي وقت وصول المسحرتشي ليخرجوا مع أطفالهم وترديد عبارات رمضانية وفي بعض الأحيان رقصات شعبية اعتاد عليها البعض في كل عام. أنا مواليد مثلاً 95 أفطن عليهم، كنا مثلاً يعني نطلع لهم إحنا وجهال وكذا وهيك شيء، يعني من يجي أبو الطبل كلها تطلع الجهال والمنطقة، يعني شيء حلو يعني تحس برمضان إنه يعني أمان. وتبقى شخصية المسحرتشي تحمل تقاليد وخطوات المنطقة التي يسكن فيها، لتبقى صوت هذه الطبال تمزج بين الماضي والحاضر.
من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. إذن في شهر رمضان اعتداء حصل في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. قبيلة البعيسة تطالب رئيس البرلمان بالاعتذار بسبب اعتداء حصل داخل منزله من قبل النائب هيبة الحلبوسي. تفاصيل صادمة جديدة بشأن تفجير الحبيبية، السيارة انفجرت خلال عملية نقل عبوات لصالح جهة مسلحة. المفوضية توجه صفعة لسلامة الانتخابات، ملايين الأصوات في مرمى الاستبعاد، والأحزاب تستعد لماراثون الاستغلال. حريق يلتهم مجمعا للنازحين في الرمادي يتسبب بمصرع امرأة وثلاثة أطفال، ويفتح باب الجدل حول فساد سياسي مخفي. شبح الاستقطاعات يعود ليهدد ملايين الموظفين والمتقاعدين، والشارع يترقب حزمة قاسية من الضرائب. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.